الشروق، البرنامج بدأ الآن. يلا مرحبا بكم. صباح الخير عليكم، معكم ياسين سليماني كوتش دو فيتناس بريباراتور فيزيك. اليوم 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 العدد تاع اليوم سبيسيال بوغ لي زونفون. الدراري وين راكم؟ وجدوا رواحتكم، راكم رايحين تونطرينيو معنا دوكا. معايا تسنيمو اي اسلامو. فوالا، راح ندير لكم كيلكو موفمون باش ولادكم يقدروا يديروا معكم سبور. ابخي ان شاء الله راح نعطي لكم، راح نخليو الدراري يعطي لكم ان ميساج بوغ لي زونفون تاعكم، واش يوصيوهم، واش كابابل يمد لهم كم نصيحه. داكور، نبداو الشامبيون. الي راح نبداو لي سكوات. هنا بوزيسيون تاعي. الي ان تري بيان، دو هابطي مليح، و هاي الاسلامو، كاتر خدمو سانك بركة، اي سانك برافو سافا. معيناش معيناش، واش تقول لهادوك؟ قول مبارك وتعياو. واش تقول لهم؟ مبارك وتعياو. اوكي اون شونج دوزيام موفمون تاعي. علي هنا، علي ان دو تخوا كار سانك سيس سات ويت ناف اي ديس. تخي بيان، على بالي بلي ما عييتوش، بصح راكم تبارتيسيبيو برك معنا، تقدروا تخدموا بزاف انتم ثاني في الدار مع والديكم، سورتو اذا كان عثمان قال اروح بابا تخدم معنا، لازم باش تنحي شويه شحمه. اوكي اون شونج هنا دوزيام مو ثروزيام. هذا ان دو تخوا كاتر سانك سيس سات ويت ناف اي ديس. تخي بيان، ريكيبيراسيون. ما عيناش تسنيم اسلامو، ما عيناش ما عيناش، اخزر ليا واش تقول لهم؟ ما عيناش صحيح. اون با شونجي، واش نديرو دوكا تيمو؟ لي بومب. الي اوني فا سكوات درنا خلاص. هادي هنا حط، تخي بيان. الي اوني فا ان هبط مليح اسلام، دو اخزر القدام اسلام، اخزر القدام، تخوا هايلة، كاتر اي سانك، نزيدو سيس سات، غي بيان ويت، برافو اسلام، ناف طلع مليح اي ديس. اون شونج، واش نديرو دوكا؟ عندنا لومبير دوكا، خدمو ظهرنا، نتوما ثاني نخدمو ظهرنا. هيا هنا هيديا لور، نطلعو حطو رجلينا، نطلعو هنا نعاودو نهبطو. ان دو تخوا كاتر سانك سيس سات ويت ناف اي ديس. برافو. اون فا شونجي، مزالنا مزالنا اكزارسيس واحد برك ونكملو. هكذا تيمو اسلامو، مازالنا اكزارسيس الاخر باش نخدمو لي زابدو. علي اسلام، فوالا لي زابدو. هيا يدينا هنا، يدينا هنا، يدينا هنا، نتوشيو خطرة هنا، خطرة هنا، نطلعو راسنا. ان دو بطل راسك اسلامو، كاتر سانك سيس سات ويت نوف اي ديس. برافو. نودو 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 نودو. هيا عندي حبيبتي، هيا حبيبي، واش تقولوا لهذوك الدراري اللي راهم يشوفوا فينا؟ واش لازم يديروا؟ فوالا، واش ما لازمش ياكلوا؟ ناكلوا الشيبس. شيبس ممنوع. انت واش تقولي لهم؟ كوكا؟ كوكا لا لا ممنوع. بيتزا ممنوع. نديروا سبور وناكلوا اكل صحي. تهلاو في رواحتكم، ديسي لا بروشين فوا ان شاء الله مع البراعم تاعنا، نتلاقاو ونقول لكم باي باي. باي باي. ندير لهم باي باي. سلام.
عاود لكم مشاهدينا الكرام احلى حلقه احلى فقره اليوم فريمون ياسين سليماني كانت التفاته ما شاء الله عليها عجبني اسلامه اسلامه بلي زابدو ما بدل لي بومب ديرهم كيما انت اسلامه رماركش شو با ندير لي بومب كيما ياسين سليماني برافو للكوتش ياسين سليماني برافو للبراعم اللي كانوا معاه وانا حابين هكذا الاطفال كامل يكون ينوضوا صباح تاعهم بنشاط خلونا من الطابلات خلونا من التاكتيل خلونا من الامور هذوك ويلا نعاودوا ننشطوا الجسم تاعنا الصغار حتى الكبار هذه هي فقرتكم الرياضه للجميع في صباح النهار اليوم نعم اذا المشاهدين الكرام متواصلين معكم دائما نحبوا نبداو صباحنا بحاجه خفيفه ونروحوا مباشره في فاصل غنائي ونكملوا انا لا قبل ذلك نستقبلوا مكالمه يلا عفوا صباح الخير نعم صباح الخير اخ صباح الخير مرحبا الو صباح الخير مرحبا كيف الحال والله الحمد لله خويا واش راك ملاك لاباس الحمد لله الحمد لله الصحة لاباس يعيشك الحمد لله كنتي واش راكي كنتي مليحة لاباس الحمد لله شكرا لك وانتي يا والله الحمد لله والله الحمد لله شكون معنا ومن وين؟ أنا أم أنيس من الأربعة أم؟ بليدة أم أنيسة أمين 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 مرحبا بأم أمين من مدينة الأربعاء بولاية البليدة مرحبا بك الله يسلمك خويا الله يسلمك كاش أمطار في ولاية البليدة كاش والله يا خويا الحمد لله الحمد لله ربي نعمنا بالنعمة ما كناش كاع نصوروها صح الحمد لله قولي سيدتي اسكو عندك طفل صغير في الدار اسكو عندك أطفال كيف اختي؟ عندك اطفال في الدار؟ عندي اختي عندي ست كورة وبنت من الزوجة في حمادة. تخي بيان. الله يبارك. اسكو يديروا سبور؟ اسكو حطتهم في هكا رياضات هوايات مختلفة؟ والله عندي زوج، واحد الكبير واسمه عادل الله يبارك سبور يديروا، لو كان ما يديرش يقول لي ماما لو كان ما يديرش سبور. ما نكونش اليز. وش يمارس؟ وش من رياضة يمارس؟ والله ماني عارفة خويا. يروح يدير سبور وخلاص. معليش بابا. ولا مرة ثاني فين غير كيما بدا. يدير عاد عبد الله فين؟ بس عندي صغير عنده 14 سنة والله يا خويا ننظر نتحلل ننظر نجري به والو ما يحبش يدير لي رياضة. طبطبعيه مع خاوته قال الكبير رايح قول دي خوك معاك بالك هكذا يتعندوا يحبوا الرياضه كيف كيف كل شحال كيتون اللقر نعم كيتون على حده وانا كل يوم نقول له ميم كوفي خاوته يزدو عليه وهو غدوه وهي ما راني يجرى صح معليش ان شاء الله يولي يدير سبور ان شاء الله ولا يمكن عنده اهتمامات صح. اخرى بوركوا با بصح راني نتبع فيه باللي لازم الرياضه اجباري. وفي دراسته وفي دراسته لاباس؟ والله الحمد لله متوسط ما نقولكش متفوق ما نقولكش ضعيف. متوسط يعني؟ متوسط ممتاز 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 ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا لك على المكالمه تاعك. نجم نهدي هديه صغير. نهدي نعم تفضلي. اختي نهدي لكم ليكم شهات لي طوبيه شكرا بعدين انت غبرتك ونهدي ناس مفتاح ناس الاربعه وبنتي في حماده نسلموا على ناس مفتاح وناس الاربعه وكامل ناس البليده عزيز على قلب كل جزائري ناس مفتاح صيفي لا فامي صيفي نسلموا عليهم تحية كبيرة ليهم شكرا يسلمك يسلمك اختي شكرا لك على الاتصال شكرا لك شكرا لك كان هذا أول اتصال استقبلناه لنها اليوم ولكن هذا هو الرقم ديالنا ونقول لكم أنتم مشاهدينا اللي عندكم استفسارات قانونية ولا عندكم نزاعات حابين تاخذوا منها إجابات ولا حابين تكون عندكم استشارات وإرشادات قانونية اليوم يحضر معنا خلينا نقول الوقت صباح الخير شاف صباح الخير صباح الخير لكل الناس اللي هذا ملتحقوا بنا نقول لهم أنه هذا الوقت يا زهرة إذا كانت توافقيني الوقت لكل أم جزائرية صباح الخير الحمد لله عايشك الحمد زهرة كنقول انه اليوم ولا هذا الوقت هو وقت اللي نبداو نتسائلوا واش نطيبوا نهار اليوم exactly. وكل ام تنوض هذا الوقت تقول واش راح نطيب نهار اليوم exactly. الافكار معك نعم اذا
شاف بهية كما يقول لكم صلاح توجور دو بيل كولور، راني نشوف في حاجه بزاف وقتها هاد فوالا اكزاكتومون فوالا. دونك خليك انت يا تي ديفوال. صباح الخير مشاهدين، اليوم خيرنا لكم دي كيش بون الحشاوش. عندك السلق، السلق الكرافس والمعدنوس، نخلطهم كاع كيف كيف. هذه لا فورس تاع، وهذه عندنا لاباط نديروا فيها شويه مارغارين شويه فارينا، وندير في لاباط ندير ليزيرب دو بروفانس تري بيان، باش هكذاك تعطينا شويه لو كو. بون عندنا شويه لا كريم فريش، عندنا البيض، عندنا فرماج، عندنا زيتون ديكوراسيون، وشويه فرماج روش. داكور، هادو فور لي كيش. وهنا عندنا لا سوب دو كوراي، كيما نعرفوا بلي العدس الاحمر هذا فيه بزاف لي فيتامين، وهذا هو وقته. فوالا هذا هو وقته. عندنا شويه، عندنا شويه هاي بدات تكسر الموعد اليوم نص دو لانغوش. عندنا هذا الجاج سي فاكولتاتيف، اللي عنده يدي اللي ما عندوش يجي بنين. داكور، فيه زروديه، بصله، ورقه كرافس، فلفل كحل، الثوم والحشيش. هذه هي، هذه سي لا سوب. عندنا ديسير، ان ديسير بون، هذا ماشي كاع صحي، ماشي كاع صحي، سمحوا لي اليوم ماشي الويكاند، هذا بنين بنين بزاف. داكور، هذا سي ان كاطو يعيطوا له الكاستيل تاع من جهه عنابه، هما اللي يديروه بزاف، سي لا سبيسياليتي تاعهم، لا توش تاع صحاب عنابه هذه. عندنا خمس حبات بيض، هاو السكر غير شويه ماشي بزاف. عندي شويه لوز مرحي، لا فاني 60 غرام دو فارين، شويه حليب. داكور، نديروا لي جون وحدهم. اها بون، كيما قال لك غير نو سوجي تو سو ترانسفورم. احنا الكاطو يندار بلا مورينغ، تسمى غير لو بلون، باش ما نرميش لو جون خدمت بها الكريم. تري تري بيان. كاين دي كاستيل شيف جو سي با الا شابرين الراي، هما سي تو سبيساليتي روس، ماشي هادوك. لا هادوك سي لي روس، احنا عندنا تاعنا غير تاعنا تاع تاع دزاير تاع صحاب عنابه، يقولوا له كاستيل. داكور، وهو لوريجين تاعو يتخدم ماشي باللوز، بلي كاكاوات ولا لانوا. داكور، ما يخدمش كاع باللوز، انا اللي حبيت نديرو باللوز. كاين اللوز، درنا اللوز. هذه هي اكزاكتومون، خدمت بالوجد هذه. فوالا، وكل زهره وكل ما نلحقوا لهذاك المكان ندخلوا للكوزينه تليفوني صوني. وي بيان سور. يلا صباح الخير، معنا مكالمه في النهار. صباح الخير. الو، صباح النور. مرحبا، كي صبحتوا؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ أم آلاء. مرحبا بأم آلاء، منين منين راكي تكلمي فينا؟ بتلمسان. إيه مرحبا، هاي معك زهرة في الكوزينة. صباح الخير أم آلاء. صباح الخير. صباح الخير زهرة. أهلا، واش أحوالك؟ شو كي بدلت نبرة الصوت؟ شو أنا تهضري معايا؟ تعرف زهرة والله بغير ما نموت عليك. ربي يحفظك، ميرسي. شكرا لك. والله نحبك بزاف، تمنيت زعما نكون أون كونتاكت معك. ليا الشرف، ليا الشرف، مرحبا. ملي كنت بآل وشاف. نعم. حبيت نهضر معك. ربي يخليك، شكرا ليك، ربي يخليك، شكرا. تفضلي أم. راكم غاية. والله غير غايه الحمد لله، سورتو كي نسمعوكم هكا اللي غايه الغايات. الله يسلمك يعيشك. ام الاء قل لي واش حابه تشوف في المطبخ، فيك رانا في الكوزينه، طلباتك قل للشيف بهيه راهي معاك، واش حبيتي طيب لك، واش حبيتي؟ لا كل شيء راكم تقدموا فيه. هذه حاجه مليحه. كفين وموفين، هما المقوله الشهيره تاعهم. نعم، دونك اليوم كنا مدينا لكم ابوبخي واش حيكون كاين في ليميسيون. اسكو عندك استشارات قانونيه ام الاء؟ اسكو هذه الحاجه تهمك؟ لا 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 لا، خاطيك ما عنديش. الحمد لله الحمد لله. وشي احب فقره لقلبك؟ احب فقره لقلبك؟ طبخ. على هذيك تحبني. صحنا. مرحبا بك، مرحبا بك، شكرا لك. تفضلي، اذا عندك اهداء ولا تحيه يمكن. ما عندك؟ راجلي. ها؟ ولعائلتي كامل. نعم. ما حبيت نطيبوا لها كاش ما. وكامل ناس تلمسان. اه؟ وكامل الناس تلمسان نسلموا عليهم في هذا النهار. الله يسلمك، صحيت. يعيشك، شكرا لك. قولي وحده، قولي بقلاوه وروح. قولي بقلاوه والى اللقاء. شكرا، شكرا على المكالمه. صحيت زهره، تهلا ربي يحفظك. مع السلامه، شكرا على اتصالك. صحيت، سلم عليهم. سلامة. على ايمان. سلام. دونك شوف بهيه بما راح تبدا؟
نبدا بلاسوب. بلاسوب تخي بيان راح يكون في، قلتي باللي جاج فاكولتاتي فاكولتاتي في جي بنين هذا اللي بنا هاو هنا داكو بنا والصحه راهي هنا تخي تخي بيان. وكاين اللي يحطوا فيهم يعني ماشي كاين انا نحط البطاطا على بالي سي با صحي مي وين تحطي البطاطا مع لي ليغوم هنا نحط السكر جو سي قلت لك ماهيش صحيه وي غاليه تاع جي بنينه بلاسوب زهره لاسوب صحيه 100% تخي بيان هكا طيبه بزيت زيتون دونك نزيدوا البطاطا ما تولي ما تولي صحيه نحي البطاطا تولي سكري ميم لو غو تاعها شغل شويه لي جامون سال سيغا كوا لا بوم باش تولي واحد هكا لا تيكستور تولي تولي ودوك تشوفيها ما لا دوك ندوق ونقول لك تولي هكذا كيما راهي وتولي نصارحهم الا تاعي بنينه ولا تاعك معليش انا جاكسبت ما كان حتى مشكل ربي يخليك شوفي هي دونك خليك تبدا زهره لو تسمحي انا شاف عندي طالب من الاخت ديالي اللي راهي تشاهد قالت لك لي شارلوت وفخاز اسمهم هكا قالت لك جامي ريوساتهم كل خطره تعملهم وجامي جابتهم ولا جلوي برومي نديرهم لها ان شاء الله خلاص ممتاز هاكي سمعت ان شاء الله شكرا لك شوف بهيا في شغله دو فري سي با في بور لو سي با في بور لي جون كي فون دي ريدي ماشي هالتي قولها حرام عليك تحيه كبيره للاخت صلاح نكملوا مشاهدينا بقيه البرنامج ونروحوا للفقره اللي نحبوها بزاف واللي فيها ديما حوايج ملاح قبل هذا قبل هذا راني حاب نسمع وائل جسار حتى المخرج ديالنا في هذا النهار وعلى بالي العديد من المشاهدين وانت تحبي وائل جسار فيديوهات رائعة وطريفة اللي خيرناها لكم هنا اليوم زهرة عجبها لك الرقد كلنا ما نوضوش نبوس وبوس وبوس وما نوضو رقد حصل هكذا في الفراش ديالو قلنا دائما انه الدراري صغار عندهم واحد يعني ما نقدرش نوصفها حاجة البراءة تاعهم بطرق عفوية تخليك تضحك وتبتسم مصدر للطاقة الإيجابية صح 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 الأطفال ميم نكونوا عندنا هموم الدنيا مي فوا تشوفوا يضحكوا لا سيبا ميم هذاك الحصان اللي كان يعني مداير جميل راكب في المود ويشطح وعادي حتى الطفل الصغير تاع أستراليا اللي كان يوكل في الزرافة حاجة جد جميلة وكما قلنا دائما أنه احنا نخيروا لكم الفيديوهات الطريفة اللي نتلاقوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه الفقرة هي فقرتكم كذلك هي فقرة تفاعلية يعني انتم تقدروا تشاركوا معنا الفيديوهات اللي ربما لفت انتباهكم انتم وعجبتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع ولا صفحات قناة الشروق العامة على فيسبوك وانستغرام تقدروا ترسلونا فيها وحنا نجوزوها ونقولوا بلي انتم اللي بعتوها لنا نعم اكيد وكاين حتى ايضا فقرة اللي حتكون تفاعلية قريب جدا تدخل البرنامج راح نشوفوكم فيها توجهوا لنا تحية تحية لصباح الشروق انتم ولادكم واللي راح تكون حاضرة معنا قريبا جدا لهذه الفقرة كان هي فكرة هي رئيسة تحرير البرنامج الثقافة مع ما هو أكثر فريمون دارج في الساحة الفنية. مشاهدينا الكرام كنا قلنا لكم في بداية البرنامج أنه اليوم راح نتطرق ونقف وقفة عند ذكرى فيضانات باب الواد اللي كانت يوم البارح. إذا اليوم قبل الحديث على ذلك أنه على بنا كامل أنه ذات السبت من نوفمبر 2001 كانت فيضانات وخلفت يعني آثار كارثية وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة. إذا زميلتنا أمال بوعزة اختارت أنها تجيب لنا بعض التصريحات الحية من الشارع الجزائري اللي نسترجع بها هذه الذكريات الأليمة لنعود بعد ذلك. الحديث عن الفيضانات زهرة قبل ما نشوفوا الشهادات اللي كانت جابتهم لنا من 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 المكان اللي كانت وقعت فيه هذه الاحداث الاليمه كاين شباب اللي حابين يخلوا هذا الذكرى راسخه لانه باش نقولوا على ذكرى راسخه لازم ناخذوا منها عبر وناخذوا منها دروس وتبقى يعني كلمه لا ننسى هذه هي اللي لازم تبقى راسخه اعمال فنيه اعمال تطوعيه نشوفوها حاضره دائما ويعاودوا يجدوا بها هذا الذكرى كاين شباب في هذا العام يعني 20 سنه بعد هذا الحادثه قرروا يديروا عمل سينمائي عمل فيلم قصير سماوه السبت الاسود لما كنت ذكرتي انه السبت كان اسود علينا صح هو اختيار جميل
عنوان هذا الفيلم القصير، كان تلاقوا فيه تلة من نجوم الأعمال الفنية والسينما الجزائرية، شفنا فيه بشرى عقبي، شفنا جواد زهر الدين، ووراءهم كان مخرج شاب صغير لامع، كشفناه مع كليبات تاع محمي لانو سابقا، ولكن هذه المرة بما أنه يندرج من هذا الحي قرر يدير عمل فني للحي ديالو ولهذه الذكرى اللي هو شخصيا قاسته. السبت الأسود فيلم قصير راح يخرج قريبا على كل منصات المشاهدات يعني تاع الفيديو في الجزائر. السبت القصير نشوفوا هذا التيزر حصريا لصباح الشروق. هذا هو. إذا تبقى حاجة جميلة جدا أننا نشوفوا شباب يعني يحاولوا أنهم يرسخوا مثل هكذا ذكريات، يعني أنها ما تروحش هكاك سودا. وثاني أيضا صلاح أننا نستدرك هذه الأخطاء إن شاء الله ما نعاودوش نطيحوا فيها. إن شاء الله. لافيش بزاف شابة نشوفوا بشرى عقبي في خلينا نقولوا صورة يعني تنقل الوضع المؤثر تاع اللي راح نشوفوه في هذا الفيلم القصير اللي نذكروا مشاهدينا راح يخرج غدوة إن شاء الله يعني 12 نوفمبر 2021. وكان تغيير أيضا صح. في موعد البث صلاح يعني لمرتين يمكن لمشاكل تقنية صح. كما نشرت صح. الصفحة الرسمية لهذا الفيلم القصير. وبهذه المناسبة نشكروا كل هاد الشباب ونحيوهم على العمل التطوعي هذا اللي داروه لذكريات صح مؤلمة ولكن تبقى راسخة في تاريخ الجزائر. أكيد وتبقى كوارث طبيعية يعني تسرى في كل العالم لكن ذكرياتها تبقى مربوطة بالخسائر المادية والبشرية. نعاود نذكر ونقول لكم مشاهدينا الكرام انه شهادات حية نقلت لنا من شارع باب الواد اللي اجتهدت فيها زميلتنا كما سبق وقلت امال بوعزة وجابت لنا تصريحات حية حول الموضوع. اذا في هذا التقرير نروح نشوفوا هذه التصريحات وانا نعاود. سيتي لو ديس ديت خارج من الدار كي طليت من البالكون شفت القطره تاع الشتاء سيتي با نورمال. مام المراه تاعي قالت لي ماشي نهار تاع اللي تخرج فيه وانا ماشي جاي لباب الواد راح كنت نخدم في خريصيه. كي لحقت الخريصيه عاودت وليت للدار ومن بعد سمعت بلي الصلاه البحر كانت هنا لاجونس كانت هنا لاجونس تاع الكيران هنايا بلي البحر صدم عليهم. احنا نسكنوا هنا غير كيما لا ريد لامارين كي سمعنا بلي الناس راهي تخرج في البحر تسمى تخرج في الطريق ما عملناش حبطنا بدينا نشوفوا هذه الجهه هذه وين جنينه هذه واد ما تقدريش تيباسي لي كادابري يمشوا فوق الماء هكذاك عرايه بلا حوايج بلا والو. انا نسكن اونفاس وين خرجت الحمله كانت شتاء ما نقدرش نقول لك هذيك الشتاء ما حبستش كاع اختي خرجت بلا كاسكات تاع الجبل طرد قلت شغل بومبا اختي بيو تاع قرابلي بارلي دات اختي شوفي القوه تاع هذيك الحمله اختي. انا نسكن اونفاس وهبطنا وطلعنا شفنا الناس كيفاش كانوا فوق الكيران وفوق اسمه واش داتهم الحمله لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الناس كانوا قافزين على كل حال حسن صانع وميلانو كانوا يرموا كورداج حبيله كبيره تاع بحريه يرموها ويربطوها ومن طون يجبدوها. جاري الله يرحمه بوعلي عماد الله يرحمه يخدم في لوبيتال مايو الله يرحمه ست امبولونس يا اختي يخدم في لامبولونس بوعلي ملابتي الله يرحمه عليه في هذه اللحظات لا يرحمه برحمة الله جاتوا الحملة لدوكم انتروفا بالختي. انا باطي امتنا راح دقاء احنا من بعد راح لونا طاونا الشاليات وباب الوالي البحر دنا الحق حتى هنا البحر ولينا تشبك سلكنا الناس مساكن الله يرحمهم اللي ماتوا سلكناهم درنا الواجب تاعنا. اختي مسكينه راح تخدم ربي ودعاوي الوالدين سلكت ولاد حومتي نصهم كاع ماتوا مساكن.
تقدريش تصوري، ما تقدريش تاع سنتيا سنتيا غير قد كومبلي تاع باب الواد هذيك، دخان لي بالات فوق الماء، طونوبيلات فوق الماء، ما تقولي واسما هيروشيما هذيك ولا امبوسيبل، كارثه بيان سور كارثه. مسكين ثاني مات في البيس تاع البيرسونال تاع بني مسوس هذاك كاع راح، بيس تاع البيرسونال اللي يطلع البرم شتي الحبطه تاع شوفالي، هو الواد بدا من تم كارسون ماكم هذا مسكينه وخلى طفله دوك جمال هذا بحري بحري نافيغاتور ماشي بحري هكذاك برك، هذا مسكين كار كومبلي تغرقت بلابو تعمرت ماتوا داخل الكار، وخلي لي داخل طونوبيل وخلي تشوفي طونوبيل جاي بها بنزع كان اللي ماتوا نعرف كيما وين تريولي كان لابوليس التماتيك اللي راحوا كاع كان لو مارشي هذاك اللي تحت اللي كانوا يبيعوا القماش هذاك ولا لابيسين. المياه ان شاء الله ما تعاودش ترجع علينا هذا المآسي، وايضا فرصه لترحم على ارواح الناس اللي فقدناهم في نقولوا لها مجازر فيضانات باب الواد. الف نور ورحمه تنزل على هذه الارواح، ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام في محطات اخرى، ودائما في اطار دعم التظاهرات لتكون لها رقي وتكون لها مكانه خاصه في المسار الفني للشباب الجزائري. صح، وفي صبيحه نهار اليوم حبينا نستقبلوا الناس راهي مازالها تنشط في فعاليات شهر الثوره شهر نوفمبر، يحضروا معنا من الجمعيه الولائيه اريج الحياه اللي راح تنظم حفل ختامي واعلان النتائج راح يكون يوم السبت المقبل للمسابقه الوطنيه للخاطره بشعار روح الذاكره، يحضروا معنا الضيوف من هذه الجمعيه. نعم، يحضر معنا ممثل الشباب والرياضه لولايه بليده السيد بدر الدين بكاكريا، نقول لك صباح الخير ومرحبا بك معنا. كما يحضر ايضا معنا خليل بتول المشرف الفني لتظاهرات، صباح الخير ومرحبا بكم وصباحكم شروق. شكرا ربي يخليك. شكرا لك، مرحبا بكم. الله يسلمك. المسابقه الوطنيه للخاطره، هل هي الطبعه الاولى؟ اكيد الطبعه الاولى. هي الطبعه الاولى، راهي في المهد تاعها، ممتاز، راه مولود جديد. احنا كمدير شباب والرياضه لولايه بليده وعلى راسها السيد ساعد زوغاري مدير شباب والرياضه، اللي راه احنا كقطاع شباب والرياضه نعتني بالمواهب الشباب، نعتني بكل ما هو شباني، ومدير شباب والرياضه عندها عده برامج صح موجهه للشباب، الموجهه في الشق الرياضي ولا الشق الشباني. اما في الشق الشباني احنا عندنا عده تظاهرات في خضم شهر الثوره، نظمت مديريه شباب والرياضه عده تظاهرات، نذكر منها مسابقه الاغنيه الثوريه اللي كانت لجمعيه الرحاب اللي كان في الفتح من نوفمبر، والان راهي نستعد كقطاع لتحضير المسابقه الوطنيه للخاطره تحت شعار روح الذاكره. هذا المجال اللي اقتحمته مدير شباب والرياضه وهو مجال ادبي محض 100%، هي كاول بادره للقطاع ان شاء الله ناخذ هذه المواهب الشبانيه في هذا المجال الادبي. صح، ان شاء الله بربي تكون تخليدا لروح الذاكره، ذاكرتنا واصالتنا وتاريخنا العريق. ان شاء الله يا رب، ويبقى شرف انه ننتمي لبلد عربي والعروبه. صح، هي اصل. نعم، لماذا الاهتمام بالذاكره مع انه الذاكره يعني من نقولوا من الجوانب الثقيله الوزن نوعا ما خاصه بالنسبه للشباب، اذا لماذا هذا الاهتمام بالذاكره خاصه؟ بالخاطرة طبعا في الحقيقة، لأنه الفكرة أشرقت من مغربها إن صح التعبير. لما شفنا أنه الشباب الموهوب اللي راهي مديرية شباب الرياضة تهتم به سواء في الولاية أو عبر التراب الوطني، موهوب في الخاطرة، شفنا العديد من الشباب راهو ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدير الخاطرة في شكل فيديو في شكل إلقاء، احنا قلنا علاش هذا الشباب ما يكونش عندهم مجال يتنافسوا فيه اللي هو الخاطره، واللي ربما عليها جدل كبير الخاطره انه هل تصنف من بين الالوان الادبيه او لا. نعم، احنا كانت عندنا جراه في هذا الامر، وكنا لانه هذا اللون يتداوله الشباب بكثره، واحنا ندعم الشباب، جمعيه أريج الحياه هي شركه قطاع الشباب والرياضه، ندعموا الشباب، فلذلك فكرنا انه علاش ما تكونش مسابقه حول الخاطره، وفعلا كنا اعلنا على المسابقه وكانت هناك تجاوب كبير من طرف الشباب الجزائري عبر كامل ولايه الوطن،
والحمد لله كاين اقبال يعني. كانت الـ كانت الـ كانت الـ المرحله الاولى افتراضيه، بحثوا لنا دي فيديو وحتى مشاركتهم في شكل مكتوب مكتوب والقاء، وكانت لجنه التحكيم في المستوى يتقدمهم الشاعر الكبير سليمان جوادي. يعني تسلسل افكارك هو تسلسل لاسئلتنا ايضا، صح. ما شاء الله عليك، تفضل. كانت لجنه التحكيم يتقدمها الشاعر الكبير سليمان جوادي والشاعر الفلسطيني رائد ناجي، نعم. اللي كان ضيف معكم هنا في صباح الشروق، والاستاذه الشاعره تحيه بوراوي. فعلا كان تقييم في المستوى، يعني استدعينا الشباب باش يكونوا في المرحله النهائيه اللي هي في واقعيا في المنصه عن طريق إلقاء الخاطرة لكل متنافس من أجل أنه نقتني الفائزين ثلاثة. وهل هي مسابقة، بما أنك المشرف الفني سيد خايب باتول على هذه التظاهرة، هل هي خلينا نقول محلية يعني غير ولاية البليدة، ولا المشاركات كانت وطنية من مختلف مناطق الوطن؟ لا المسابقة كانت وطنية، رغم أنه هذا الطبعة الأولى المفروض تكون يعني كاين تحفظ، لانه الطبعه الاولى اول تجربه اول واسمو، الا انه كانت عندنا شجاعه نقولوا انه تكون مسابقه يعني وطنيه، نعم. بمشاركه العديد من الولايات وعبر ولايه الوطن، وكنا راسلنا كل مديريات شباب الرياضه عبر 42 ولايه كما راكم تشوفوا. رانا نشوفوا فلافيش بمناسبه الذكرى المخلده لثورة في المشاركات اللي معاكم، خلينا نقولوا موهبه اللي قلتوا خلاص هذه عندها. اكيد هناك العديد من المواهب المغموره في اوساط الشباب. الموهبه اللي استوقفت لجنه التحكيم، انه احنا درنا ثلاث مراتب، الا انه لجنه التحكيم فضلت انه تكون هناك مرتبة تحفيزية يعني، صح القول؟ صح. الموهبة من المواهب، واللي حتكون ان شاء الله يوم السبت الاعلان عن النتائج. يعني اضطرينا انه نديروا مرتبة رابعة باش تكون تشجيعية. كاين بزاف دونك اوكي. بالحديث عن النتائج والمراتب اللي راكم تهضروا عليها، يعني اسكو تقدروا تعطونا هكا سكوب من اي ولاية راح يكون فائز؟ كيف سوف يكون التحفيز لهذا الفائز مثلا؟ هي المسابقات كما قال كانت قبل كل شيء نشكر صاحب الصوت الجميل والماسي خليل باتول. ها كان صوتك هو جميل وكلماته اللي تعتمد عليه كثيرا مدير شباب الرياضه في الفا اوف والاعمال الفنيه، ما شاء الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ربي يحفظه ان شاء الله راهو معنا. المسابقه ككل شاركت فيها الولايات، الاجمل انه كانت ولايات بعيده اللي ربحت، وكانت وراهي معنا المرتبه الشرفيه. ما نقدرش نصرحوا على المراتب الولايه برك. الولايات حكي نقول لك الولايات يعرفوا، هاي حابه تعرف من جهتكم يعني. من جهتكم من الولايات الشرقيه. يلا من الولايات الشرقيه ومن المغرب ايضا. داكور. وارتأت مديريه الشباب والرياضه وحتى جمعيه اريج انها تستحدث مرتبه تحفيز اللي راح ياخذها ان شاء الله صاحب ذوي الهمم العاليه، صح. راح كتب الخاطره معنا من ذوي الهمم العاليه، راح شارك معنا. اسمه على الفيسبوك افلاطون، انسان رائع 15 سنه في عمره، ما شاء الله. موهبه ونسيم ونسيم هو من وين نستضيفوه بعد ذلك؟ اكيد انسان رائع. كي كلمني قال لي بدر الدين يكتب، قال لي انا ما نقدرش نلقي لاني من حتى ولكن تبقى يبقى احساس صادق. احنا وارتأت اداره المسابقه انه الخاطره تسجل بصوت خليل باش تلقى، وان شاء الله يتحفز معنا باش مدير الشباب والرياضه، وكانها تنثر بريقها على كاع الشباب ما شاء الله. جميل. وان شاء الله تكون الميلاد هذه المسابقة مع صباح الشروق إن شاء الله، اللي يعطيها يعني قوتها ويعطيها بريقها إن شاء الله، وتكون إن شاء الله تكون في مستوى تطلعاتنا احنا كقطاع إن شاء الله يا رب. وحنا يبقى الباب عفوا، صح. تفضلي نقول نفس الكلام اللي كتقولي فيه، تفضلي. شكرا لك. يبقى الباب مفتوح أيضا حتى للفائزين، ماذا بينا نستضيفوهم ونشوفوا. اسكو كاين يعني أن سويفي يعني ما بعد المسابقة، اسكو يعني فوزالي لي سويف ولا كيفاش راح يكون ما بعد المسابقة؟ كمقترح أولي اقترحنا انه تكون كل الاعمال مدونه في كتيب.
تاع الطبعة الأولى. جميل. مدونة في كتيب، هذا راجع إلى طبيعة العمل. احنا ما ننكروش أنه أنك تخوض في مجال أدبي شيء صعيب في الوقت اللي رانا فيه. كون نقول لك الغناء ممكن، أي حاجة ممكن. نعم. الأمل شو خاطرة. النفس تاعو ثقيل. صح. احنا هي من روح الخاطرة درنا مخاطرة في هذا المجال. جميل. درنا مخاطرة ومشينا فيها والحمد لله. ومشى. والشيء الأجمل أنه تلقى السيد القائم على القطاع السيد سعد زوغاري له رؤية واسعة في هذا المجال. ممتاز. وكي طرحنا له الفكرة رحب بها وقالنا ماذا بينا شباب الرياضة، احنا ما لناش للنخبة، احنا نرعاو المواهب الشابة. أبسط موهبة في دار شباب كي نقولوا بوفاريك ولا دار شباب جبابرة ولا دار شباب البعيد على المناطق، العين الراعية تاع القطاع الشباب توصلها بإذن الله. وإحنا بدورنا نشكركم على هذه المبادرة ونشكر كامل الناس القائمة على أعمال كم مثل هذه وتظاهرات مثل هذه، ونشجعوها ونقولها باللي برنامج صباح الشروق راهو منبر لكم للتعريف بهذه التظاهرات، خاصة روح الاسم تاعها جميل، روح الذاكرة. نعم. أكيد. روح الذاكرة كنتوا فريمون. تفضل عندك كلمة أخيرة. أكيد. كما شكرتونا لازم احنا نشكر قناة الشروق اللي أتاحت المنبر هذا التعريف للمسابقة، وأيضا نشكر كل من ساعد في إنجاح هذه التظاهرة، ونشكر أخي بدر الدين على الكلمات الجميلة اللي كان يكتبهم، وشكرا. شكرا لحجم الذاكرة. شكرا لكم. شكرا أيضا. بارك الله فيكم على الاستضافة الطيبة. نبقوا نشكر الشكر الموصول أكيد للجمعيه اللي احتوت الفكره، جمعيه ارج الحياه اللي على راسها سيده سنوبري امينه، اللي راهي تسعى الان راهي على قدم وساق باش توجد الاحتفاليه. نعطيكم الصحه على كل شيء. الشكر موصول للسيده زاوي جازيه رئيس مصلحه الشباب اللي راهي فانك، هي من الناس اللي تسعى لتجسيد هذه الافكار على ارض الواقع. نعم. شكرا لكم. كان حضور ما شاء الله مثري لهذا البرنامج، ونتمنوا يعني نستضيفوا ديما هكا اشخاص يزيدونا في يعني صوره الشاب والشباب الجزائري. شكرا لكم على حضوركم. تلقين معكم مشاهدينا الكرام في محطات اخرى من البرنامج بعد هذا الفاصل، لنعود ان شاء الله نفيدهم في ثقافه قانونيه وتمكنهم من المطالبه بحقوقهم باذن الله. ان شاء الله. اكيد. حبيت نقول برك للمشاهدين زهرة. نعم. انه هذه الفقره هي فقرتهم. نعم. صح، احنا ممكن بعض الاوقات يكون عندنا اسئله من عندكم لما تباتوا هنا نصيه، ولكن تقدروا تتصلوا بنا على المباشر، هكا يكون الخط بينكم وبين الاستاذ حسن برهمي في صبيحه كل نهار خميس في هذا الوقت مع المحامي، يجيب هكا انشغالاتكم استفساراتكم وحتى استشاراتكم القانونيه راح يجيب عليها. اكيد مشاهدي الكرام، هذه الفقره كما قال لكم صلاح تعتمد على المكالمات الهاتفيه، اي استشاره قانونيه كانت، اي تساؤل عن القانون يحضر معنا الاستاذ حسن برهميلي الاجابه. استاذ، قبل ما بين نستقبلوا مكالمات هاتفيه، العديد من الناس يبقى عندهم يمكن تساؤل، نسبقوا احنا بالاسئله تاعنا اون اتوندون لي كيستيون تاع لي تيليسبيكتور. عندي لا استاذ مانيش طالقك. نعم. اذا الاستشارات القانونيه يبقاو يعني نقولوا انه لازم يكون المحامي ولا الاستاذ يكون كفء اللي يقدر يجاوب على اي سؤال يكون خاصه على المباشر. نعم. اذا ما هي يمكن الاسئله ولا الاستشارات اللي يجوك الاكثر، لانه عندكم استشارات يمكن في المكتب فاتحين استشارات، ما هي يمكن ميولات المجتمع الجزائري اكثر، الاستشارات اللي تجيك اكثر الى المكتب نتاعك؟ اولا القانون واسع ومتشعب. نعم. المجتمع يشوف فيه في الغالب الا الجلسات العلنيه اللي تحدث ضجه في المجتمع. نعم. هي قسم الجرائم والجنح والمخالفات والجنايات. نعم. لانه الجمهور يحضرها بقوه، ولكن والناس تظن انه اكبر القضايا هي قضايا الجنح والجرائم هذه، ولكن للاسف الشديد اكبر قضايا الان في المحاكم الجزائريه هي قضايا الاسره، قضايا شؤون الاسره للاسف الشديد، لانه بلغنا درجات كبيره من ارقام خياليه في الطلاق الى غير ذلك. بعدها تجي مباشره قضايا العقاريه، لانه النزاعات العقاريه يعني تشعبت الكثير. نعم. في السابق مثلا النزاعات حول الملكيه ولا حول الحيازه، الان اصبحت حول مضار الجوار، يعني حول الناس الجيران والمشاكل بينهم، فمثلا فتح الممرات، فتح النوافذ، لي باركين،
البارتينغ، المياه، قنوات الصرف، الى غير ذلك. عمومية خلينا نقولوا هذه الامور اللي تزول. ايضا حتى التطورات اللي عرفتها بلادنا في المجال الاقتصادي عرفت نوع جديد من المعاملات التجاريه ما كانتش معروفه في السابق، ولهذا الناس تتساءل تدخل في نزاعات لانها للاسف الشديد ما تكتبش عقود واضحه والى غير ذلك. لهذا نلقوا انه حتى المشاكل التجاريه والمشاكل المستثمرين والمشاكل الاقتصاديه راهي في تزايد مستمر، والناس محتاجه تعرف حقوقها واجراءاتها في هذا الشان. نعم. احنا مستعدين يعني ننفع المشاهد في اي مجال يقدر يديره، لانه احنا في الجزائر يعني اساتذه عامين مستشارين قانونيين عامين في جميع. نعم. بالحديث عن الناس وعن انشغالات الناس، نستقبل اول مكالمه في هذا الفقره للاستشارات القانونيه ونقولوا الو. صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا. مرحبا اخي صلاح، كيف الحال سيدتي؟ لاباس الحمد لله. انتماكم صافا؟ لاباس الحمد لله. شكون معنا ومن وين؟ نشكركم. نشكر انايا ام سلسبيل من بجايه. ام سلسبيل مرحبا بك. الله يسلمك زهرة صلاح، نشكركم على هذا. شكرا لك. صورتو هذا الرقم اللي درتوه في الشروق. شكرا لك. انا متبعة وفية وخصنا لهذا الرقم باش نزيدو نستفسروا أكثر استشارات قانونية. نعم نعم. ما هي استفساراتك يمكن؟ واش حبيتي تعرفي الأخت الكريمة؟ والله مادة بيا يكون الأستاذ حسن إبراهيمي في كل يوم خميس يدير لنا موضوع ما بين ما يكون عندنا استفسار. ولكم ذلك الاستاذ راح يكون حاضر معنا كل يوم خميس. تحت امرك. نعم ايه على بالي على جال المواضيع. نعم انا عندي موضوع حبيت نستشيره قانونيا. انا موظفه في الوظيفه العمومي. وكان عندي بروبليم مع واحد الموظف. والموظف هذا كان يدير الاستفزازات والمشاكل خاطر هو يتبع واحد. نعم. انقطعت المكالمه. نزاع داخلي في المؤسسه اللي تعمل فيها. استفزازات ومشاكل. صح. ربما احنا نفهموها انه اهانات او من قبيل السب والشتم، من قبيل ربما ما يعرف بالتحرش داخل. نعم. العمل. كيف التعامل مع هكذا المشكلة؟ هنا اذا كان اشكال جرمي وكاين سبب لها في مشكل وما قدرتش يعني تصبر عليه، ماهوش المشكل اللي يقدر الانسان يستحمله، لان هناك عبارات يسمعها الانسان ما تعتبرش ما يعاقبش عليها القانون، ماهيش سب، ماهيش شتم، ماهيش قذف. ولكن اذا كانت سمعت عبارات من هذا الزميل وقالها لها في وجهها او قالها لها في غيابها، تعد انقاص من قيمتها وانقاص من شأنها وانقاص من اعتبارها. أكيد. وهي اللي تقدر شأنها واعتبارها وكرامتها. هنا لازم تلجأ الى وكيل جمهورية وترفع قضية سواء ضده، وسواء اذا كانت هذه العبارات قالت لها مباشرة في وجهها هنا تعد سب وشتم، وعندها اجراء يعني وكيل الجمهورية كيفها ويجوزها للمحكمة. واذا حتى الى تقالت وهي غايبة عن ذاك المجلس تقدر تشوف شاهد ولا اللي تقالت قدامه هذيك العبارات العيانه اللي هي تشوفها تمسها يعني. تعد جريمه قذف ويعاقب عليها القانون. والاحتمال الثالث لانه ما كملتش ربما حتى داخل العمل يوصل انه بعض العبارات تاخذ منحى اخر، منحى اباحي، منحى غير اخلاقي، منحى يخرج عن تقاليدنا وتعاملاتنا مع زميلاتنا واعرافنا. هنا يعد تحرش، تحرش جنسي يعاقب عليه القانون الجزائري. وهنا تقدر تدير لكن مع ماهيش كلامها فقط اللي لازم شهود حضور انه يثبتوا انه مسؤولها في العمل واللي عنده عليها رئاسة مباشرة مارس عليها ضغوط من أجل إشباع نزواته الخاصة بالضغط عن طريق العمل، وهذا يعاقب عليه القانون. ولهذا عليها أن تفهم موضوعها مليح وتقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية سواء عن طريقها هي أو عن طريق الاستعانة بمحامي. نعم أكيد. طيب. على مكالمة أخرى. يلا. يمكن استشارة قانونية أخرى نستقبلوا صالح مكالمة. يلا صباح الخير. ألو السلام عليكم. مرحبا. سلام. مرحبا بكم في داري اولا. يعيشك شكرا لك. زهرة انا عمت فؤاد. انتي عمت فؤاد؟ عمت فؤاد. وي مرحبا بك. نسلموا على فؤاد. الو الو ليدي وستيني في
صباح شروق في سيدي فرج. اه داكور تحيه. واش راكي كي بخير؟ داوي الهمم. اه راكي مليحه؟ الو الو. وي وي هاني نسمع. تفضلي عمة فؤاد تفضلي. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام على صلاح. مرحبا بك الجديد ان شاء الله نربحوا عليك. شكرا لك سيدتي. تفضلي يا عمة فؤاد عندك يمكن استشارة قنية. أولا حبيت نشكرك أنت كي تجوزتيني في صباح شروق. شكرا شكرا. وألف قبعة عليك. ألف؟ أرفع القبعة عليك. شكرا. أنت تديني قبعة نعطيك ألف قبعة. شكرا ربي يخليك. الله يسلمك. شكرا لك. حبيت عندي واحد المشكلة صغيرة. نعم. حبيت أنا نقولها للمحامي. نعم أستاذة. شوف انا واحد المره شريحه تاع الهاتف ام بيس. نعم كنت سمعوا. نعم تفضلي انا سمعتك. شريحه تاع تاعي تعرضت للسرقه من عند الريباراتور. يعني اللي صلح لك الهاتف. اها سرقوا بها تليفون. نعم تم استدعائي للشرطه. واضح واضح جدا. كملي برك كملي. بعد سالوني وقلت لهم بلي انا الشريحه ما كانتش عندي، كانت لا تابلت تاع فؤاد كانت عند الريباراتور. اغلطت انايا خليتها في لا تابلت. واضح؟ نعم لحد الان. نعم. بون درنا درت محامي وفصلت القضيه وبانت بلي انا خاطيني هذا السرقه تاع الهاتف. وسؤالك؟ الان مازال اسمي في عند الشرطه محسوب بان سرقت الهاتف رغم انني جاتني هذيك العارضه نسيت واش يسموها. العريضه العريضه رد الاعتبار. يعطيك الصحه. ممتاز. المهم دوك كيفاش الاسمي نلغيه من عند الشرطة؟ مش انايا. وانت تحصلتي على حكم البراءة؟ ماشي براءة، يعيطوا لها المحامية ويعرف. نعم؟ هو المحامي اللي يهدر معاك. ديتي براءة ولا ديتي حبس مع وقف التنفيذ ولا سرسي كما يقولوا باللغة العامية؟ ماشي سرسي لا لا. غرامة غرامة. لا لا ماشي غرامة، باللي محسوب انايا هذه خاطيني ما توقفت هذه القضية. توقفت. نعم مفهوم دوك نجاوبو. صح واضح ممتاز. نعم واضح واضح السي نسمعوا فيك. شكرا لك. اسمعي الاجابه مباشره بعد ما تقطعي راح تكون الاجابه من الاستاذ. شكرا شكرا يعطيك الصحه. ميرسي. يوم سعيد. شكرا. في غالب الاحيان الناس اللي تفوت على المحاكم وتصرى لها متابعات قضائيه انه يعد حاجه يسموها تسجيل في السوابق، صحيفه السوابق القضائيه. يعني لوكازيس انه هذه القضيه. نعم. تتسجل في صحيفه السوابق القضائيه. بصح حنا يعني ما وضحتلناش بالضبط الاجراء الاخير اللي تم فيها، هي هل ترى براءه ام انتفاء وجه الدعوه من قضيه اللي فهمتوا انه حفظ اللي فهمتوا انه خرجت من القضيه يعني قبلها انتلاتها تبان لها القضيه انتهت. لكن كل اجراء ويتفصل. احنا نحكيو بصفه عامه باش حتى المشاهدين الاخرين يفهمونا. نعم. اي واحد مر على المحكمه وتمت ادانته سواء بغرامه او بحبس ونافذ او غير نافذ راح تسجل في صحيفه السوابق العدليه. هنا كاين ثلاث انواع من هذه الصحائف، كاين الاولى والثانيه والثالثه. على حسب الترتيب اللي يقدر يخرجها المواطن تخرج له بيضه لانه فيها شروط معينه. ولكن الاولى والثانية اللي تحصل عليها الإدارات العامة واللي هي تبقى سرية إلى حد ما إلا على الهيئات المعنية بتحقيقات وإلى غير ذلك والإدارات العامة تسجل فيها كل كبيرة وصغيرة تخص السجل القضائي لذاك المواطن. صح. هنا المشرع باش ما يبقى المشرع الجزائري يدخل باش ما يبقاش الامر دائما اللي يدير حاجه تبقى تتبعه طول عمره 10 سنين 20 سنه وهذا غير معقول، خاصه مثلا في حاله الاخطاء كما هذه. ربما هذه نسات لابيس تاعها داروا بها مكالمات صبحت متورطه في جريمه ما تعنيهاش. مثلا انسان يتقلق فجاه يلقى روحه يعني دخل في شي في شي جار ما عنده به حتى صالحه، تقلق هدر كلمه خارج الطريق يلقى روحه مثلا. وهذه هي اغلب القضايا اللي تسجل صحيفه الصواب. هنا ننصح اي واحد انه يلجا الى ما يعرف برد الاعتبار
القضائي، وهو رد الاعتبار عن طريق واش؟ عن طريق انه يستخرج الحكم القضائي لاخر حكم ويخلص فيه الحقوق تاع الدوله، هي المصاريف القضائيه والغرامه المحكوم بها اذا كان فيها الاعباء الماليه اللي عليه، واذا كان تعويضات للطرف الخصم نتاعو يخلصها، لانه هذا اهم نقطه ركز عليها. وبعد مدة يقدم طلبه إلى المحكمة، هم يطلبوا عليه نوع الملف المحكمة من أجل الاعتبار باش يتلغى ذاك الحكم نهائيا من صحيفة السوابق في جميعها، يسحب نهائيا من صحيفة الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي يصبح سجله نظيف وكما يقولوا بالعربية الفصيحة بياض ناصع، وبالتالي ما يزيدش يتجبد حتى في إدارة عمومية سواء مصالح الأمن أو سواء المصالح القضائية. ممتاز. في انتظار ربما مكالمة، نتمنى أن الإجابة وصلت للسيدة أم فؤاد، نتمنى أنه كاين فيه اتصالات ومكالمات اخرى. في انتظار ذلك استاذ، انا عندي سؤال دائما نتناقشوا انا مع زهره، ودائما كل ما ندخل نتكلم لها عليه، وهو ركن السياره في الاحياء. نلقاو في احياء وفي العمارات، في الاحياء الشعبيه اللي نسكنوا فيها، تلقى واحد ساكن وتحت داير قجا، خلينا نقولها بالعاميه، بارا حديد ومفيكسيها فرد، تقول لك هذه بلاصتي هذه ديالي، وكانه شراها ولا كراها من البلديه. كيف يتم التعامل مع حالات هكذا وتقوم عليها نزاعات في الاحياء لما يكونوا جيران و... يا المشكل الان هذه من النزاعات اللي تطورت في مجتمعنا. نعم. صح. لحد الساعه ما عندناش حاجه في القانون اسمها جريمه الباركينج غير الشرعي. لحد الساعه احنا منذ بلك منذ عام 2015 كحقوقيين كرجال قانون ديما ناديو يا بوجوب اضفاء طابع خاص لهذه الجريمه تتحط في قانون العقوبات باش الناس تتردع على الاعتداء على الملكيه العامه وعلى الجيران وعلى الناس. وصلت حتى انه اي واحد يجي يركن سيارته ماشي الا في الحي تاعو في اي مكان يقولوا له خلص، وكانها اصبحت اتوات وبلطجه. صح. ضد المجتمع. خاف ما تخلص، واللي ما يخلصش يتعرض للاعتداء، يكسروا سيارته، يعني جارك يشوف ربما روحه راهو يملك الحي كامل. صح. رغم انه حي اجتماعي تابع اللوبي جي ولا تابع الدولة، واحد ما عنده الحق، ولا لا ديال مع واحد ما عنده الحق يملكه، ماهيش خاصة يعني الدار دارك الشارع. نعم. ماشي تسالش فيه، ماهيش ماهيش مثل الإقامات الفاخرة مثل في المدن الكبرى اللي يعني يشري حتى البلاصات على الباركينغ يخلصها ملكه، واحد ما يقدر يستاسيوني تما حقه، هذيك يدفع عليها مال ولا يأجرها شهريا ولا إلى غير ذلك. ولكن في الأحياء الشعبية وأحياء العدل وإلى غير ذلك ما عندوش الحق يغلق على الناس. الآن المشرع الجزائري وأخيرا في عام 2021 راهو رايح يصدر قانون في عقوبات الجديد اللي رايح يمر على البرلمان في الأوقات القادمة، رايح ينص مباشرة على جريمة الباركينج وعقابها. الآن ما تقوليش يعني أنه فراغ تشريعي هذا في قانون العقوبات ما كاش عقوبة، كاين عقوبة، هي انه اذا كان الانسان مارس هذه المهنه كما يقولوا هما الاحياء الشعبيه باركينغ، خلقوا لها حتى يعني مصطلح يعني على انجليزي ولا فرنسي ولا عربي، هذا يعاقب عليه بتهمه ممارسه مهنه منظمه قانونا دون رخصه. هذا اذا كان الشخص، وهذه توصل عقوبتها، يعني نبهوا يعني الناس اللي مارسوها خاصه الشباب البطال اللي ما يلقى ما يدير يروح يقول لك انا باركينغور، راهي توصل عقوبتها حتى لثلاث سنوات اذا كان هناك واحد قدم شكوى واثبتوا فعلا انه السيد واقف ويخلص في اموال مقابل ركن السيارات. اثنين، كاين جريمه واحده اخرى هي جريمه الاعتداء على الملكية العامة وعلى الرصيف وعلى الطريق العام، كما الحالة اللي حكيتها لي الواقعة، انه واحد يدير حدائد او احجار او عراقيل يعرقل بها الرصيف. نعم. والطريق العام، يعني انه هذا الانسان كأنه يملك الدار تاعو وزيد يملك الرصيف اللي مجاورها وزيد يملك حتى الطريق العام، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة بمجرد ما تتقدم شكوى الوكيل الجمهورية. هم يستغلوا التسامح تاع الناس ما يقدموا الشكاوى، وبالتالي يولي يتعدى على الرصيف ويتعدى حتى الطريق العام، وربما يجي وقت وكان تبقى الأمور على ما هي عليه نلقاو حتى نصف الطريق الداو. لهذا أي واحد يعني يشوف في روحه راهو ضحية ما لقى في اعتداء على هذا الحق في ركن سيارته يقدم شكوى للمصالح الأمن داخل الحي وهي تأخذ إجراءاتها. شكرا لك أستاذ. ومعنا مداخلة هاتفية، ونقولوا ألو صباح الخير. ألو صباح الأنوار. أهلا. مرحبا صباح الخير زهرة، صباح الخير أخباري. مرحبا صباح الخير.
تفضلي سيدتي. راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله يعيشك. شكون معنا ومن وين من فضلك؟ سهيلة ولاية الطيف. سهيلة من الطيف، أهلا مرحبا بك. أنا عندك سؤال؟ حبيت عندي مداخلة للأستاذ. أها تفضلي. يزيد فضلك، شكرا. أستاذ أنا عندي قضية حاليا هاي في المحكمة كما نقولوا. أنا بني كما نقولوا بنيتي عاد في عمره 6 سنين طالبوني جد والجدة تاعو تاع بويو أنه ما كيش تمدي لنا في بنا. أنا عاود بك ما سمعناش. وبعد بعد ما وليت نمد لهم بني بني الان حاليا متأزم نفسيا. طيب هم سمعتوني؟ سمعناك تفضلي سيدتي. اتأزم نفسيا، انا ديته للبسيكولوج يهضروا له هضره فوق عمره، يقولوا له هو بحكم تربى هنا في دارنا، يقول الاب نتاعي بابا، يقول كيما نقولوا داير بابا هو بابا. داكا نعم فهمتك. ومن بعد يقولوا له يبكي لهم، يقولوا له باباك ماهوش هو باباك، باباك مات. يعني هو جدك. نعم. يهضروا له هضره فوق عمره. انا بعد بديته للبسيكولوج عطاتني كونترول دي، رفعت بهم دعوه قضائيه باسقاط الزياره. حاليا الحكم تاع المحكمه هو تعيين خبير اخر باش يشوف الطفل. باش نكون واضحين، قطعتي الزياره على عائله الزوج السابق. طاير حمودك. نعم طالقها. نعم طليقها قطعت الزياره عليهم. مش طليقي انا ارمله. زوجها اللي توفى. نعم قطعت يعني عائله المرحوم. في عمر الطفل حاليا 4 سنين. أربع سنوات. استاذ القضيه كيعينوا لي خبير هكذا يزيد يشوف ابني ويشوف رده فعله كيشوف جده وجده، ثم اسكو يعني القضيه تاعي راها في المنحى الصحيح، يعني ان شاء الله بربي نجيب حكم مليح ان شاء الله. دونك كيعينوا لك خبير، حبيتي تعرف اتبخي واش راح يكون الحكم من الاستاذ اللي حاضر معانا. ماهي حكم يعني حابه المنحه تاع القضيه اسكو راني في الصحيح، ابني حابه نفوضيه لانه حياته النفسيه راها عني حق. مباشرة دوك يجاوبك الأستاذ. هذا هو سؤالي سيدتي؟ هذا هو سؤالي. شكراً منورين صالح وزهرة. شكراً لك. أولاً شكراً. فهمت القضية يا شيخ؟ نعم. أولاً نوضحوا لها، مادام عندها قضية في العدالة لازم تدير ثقة في المحامي نتاعها، وهو اللي الأكبر واحد يقدر يفيدها في الموضوع. ممتاز. إنها تمشي إذا ما عندهاش محامي ننصحها إنها تطلب تعيين محامي مجاني عن طريق تدفع له الدولة أتعابه، عن طريق نظام المساعدة القضائية، توجه المحكمة يطلبوا منها وثائق تقدر دير. اما باش نجاوبوا بصفه عامه، باش لانه الملف ماهوش بين يدينا وما نقدروش نعلقوا على ملف امام العداله، باش نوضحوا للمشاهدين الكرام نقدروا بصفه عامه. مشكلها متعلق بحق الزياره، وهي تقول باللي منعت اهل الطفل انه يشوفوه اللي عمره 4 سنوات لانهم اثروا عليه، لانهم هي تشوف هذاك مش باباك انه هي تشوف. نعم هي روايتها ما سمعناش الروايات الاخرين يكونوا واضحين. صح طبعا. ان منعتهم لانه تشوف انهم ياثروا على نفسيته كطفل. هنا الاجراء حق الزياره ما هو انه يحق للطفل ان يعيش في وسط عائلي وان يتمتع بهذا الوسط العائلي، حتى في حاله انفصال الوالدين ووفاه احد الوالدين والى غير ذلك. الوسط العائلي يعني به الاصول تاعه، جده عمه خاله، ما لازمش نعزلوه على الوسط العائلي لانه رايح يكون يعني معلومه هذه انه صح. يخلق منقوص نفسيا ويعني معنويا من دعم عائلي، وبالتالي قادر يتعقد قدر امور كثيره تصراله في المستقبل للخلل الوحدوي، انه يعيش وحده ولا يعيش في وسط اموي يعني في مع امه فقط، انه هذا مشكل كبير يعني يقدر يتعرض له الطفل في المستقبل. الطفل محتاج لعمامه لخواله لجده لعماته، ما هم نقدروش نعزلوه على الوسط نتاعه. ولهذا القانون دار حاجه يسموها حق الزياره، اللي هو حق مقدس طبعا، يعني مقدس اللي يجب انه الاهل يزوروا ابنهم. هنا في الغالب المحاكم تحكم بمره على الاقل في الاسبوع باش يشوف يعني الويكاند. هنا نعم. لماذا هذا الحق الزياره تحط لمصلحه الطفل، يعني مصلحه الابن سواء كانت بنت ولا طفل، باش ينمو نمو سليم وينمو كما قلنا في وسط
جيد. هنا الاحتمال الثاني انه تكون هذه الزياره تاثر على معنوياته ونفسيته وتعطي نتائج كما يقولوا نتائج عكسيه على ما هو منتظر، في العكس انه يزيد معنوين يولي ينقص معنوين. هنا القانون يخلق واحد المبدا كبير، مبدا يعني عظيم، موجود حتى في الشريعه، موجود في الاتفاقيات الدوليه، هو المبدا الكبير اللي نخدم فيه في كل ما يخص قضايا الطفوله، هو انه مصلحه الطفل فوق كل اعتبار. صح. مصلحه الطفل فوق كل اعتبار، لهذا انه تشوف الام انه تمنع الزياره وتشوف انه ابنها متضرر والاخرين يلجؤوا للقضاء ولا واحد من الاطراف يروح للقضاء، القاضي هنا واش يدير؟ ما يهمه لا في الوالده تاعو واش تقول ولا في العائله تاعو واش تقول، يهمه الا حاجه واحده هي مصلحه الطفل وين راهي تكون. القاضي باش يقدر يعرف مصلحه الطفل هنا لازم يعين خبير مختص في الامور الاجتماعيه، في الامور النفسيه، وينتقل للدار نتاع ذاك الطفل، وينتقل للدار تاع العائله تاعو، يسمع جميع الاطراف، يحقق في حتى ادق التفاصيل نتاع طريقه المعاش تاعهم هنا اللي هي ويشوف مصلحه الطفل. ويشوف مصلحه الطفل. ممتاز. اذا كان يبقى مع يمه وحدها ويغلق الزياره، راح يدير في التقرير النهائي تاعو للمحكمه انه هذا الطفل ينصح انه يبقى مع يماه، وبالتالي يماه تديه وعادي ويبقى عندها وتمنع العائله تاعو من الزياره. واذا كان شاف انه من مصلحته انه لازم يبقى في العائله تاعو ويبقى يشوفوه كل بصفه دوريه، انه يحكم عليها بقوه القانون حبت او يعني او لم ترضى بانه يزوروه اهله، لانه هذا موضوع حساس جدا. صح. طفوله ما نقدروش نحرم من امورها الا بعد التحقيق العميق، ماهيش مجرد عبارات راهم قالوا لك ولا راهم لا، ونظرة الخبير هي الامور بيد الخبراء المختصين وبيد، وحتى يعني المعلومه انه حتى الخبير ماهوش واحد فقط، وانما هناك مراكز مختصة. صح. في الجزائر لحماية الطفولة، وهي التي تخرج بخبرائها وبمختصيها من أجل البحث المعمق في هذه المسألة، والعدالة وحدها في الأخير هي التي تقرر مصلحة الطفل أين تكون، مع أهله أو مع والده. ممتاز. نعم. نعم. شكرا لك. معنا استفسار آخر. نعم. تفضل. صباح الخير. ألو صباح الخير، معنا المكالمة. صباح الخير. نظن أنه المكالمة انقطعت، أشيرونا برك في الاخراج الو الو المكالمه، ظن ما كانش يتصل، فقدنا المكالمه، كان عندها استفسار على قضيه ما. احنا هذه الفقره راح نديروها نبرمجوها كل خميس. حاضر. هكذا حتى نجيبوا على استفسارات المشاهدين ديالنا. احنا نشكرك بزاف استاذ على حضور كان قيم ما شاء الله، افدتنا وافدتنا كثيرا، ونتمنى انك افدت المشاهدين. كاينه مكالمه هاتفيه، نعم نستقبلوها. الو صباح الخير. سعدة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. مرحبا. وش راكم؟ وش راكم؟ لاباس؟ راكم بخير؟ الحمد لله. سؤال عليك. الحمد لله. انا ام لينا من تيبادا. اهلا ام لينا. مرحبا بكم لينا، رانا في الاستماع، تفضلي. شكرا شكرا. صباح الخير استاذ. مرحبا. يسلمك 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 اختي. تفضلي تفضلي كريمة، عندك سؤال؟ يزيد فضلك. وي عندي استفسار. انا اختي انا تاني مطلقة. وعندي بنت. عندك بنت؟ نعم نحن تفضلي. عندي بنت. عندي بنت دركا راهي في 16 سنة، باباها الحق يقال ما يحوش عليها ملي كانت عمرها 6 اشهر، ما يحوش كامل عليها. المهم انا ديتها له وشافها، درت لامبوسيبل ديالي باش يكون ان كونتاكت بيناتهم، هو دائما بعيد عليها. في الحقيقه هو بعيد عليها، بعيد عليها كيما يقول لك في السكن، في السكن، وميم طون بعيد عليها نفسيا. كل حاجه. يعني درت المستحيل تاعي باش يكون تواصل بيناتهم، ولكن البروبليم فيه هو لا حياة لمن تنادي. حتى في دراهمها باش يبعث لها، مرات يبعث لها في الشهر، مرات يبعث لها شهرين، كل خطره كيفاش يدير. المهم راني كما يقول لك راني نسوفري، حتى بنتي مسكينه راهي في حاله نفسيه يرثى لها الحق. نعم. يعني شوف كاين ناس ينحوا الدراري من باباهم
مي انا درت لامبوسيبل باش نوصلها له وباش تكون يكون ان كونتاكت بيناتهم. والله غالب سؤالك من فضلك ام لينا، سؤال نتاعك الموجه للاستاذ وش هو؟ سؤال فقط. يعني حبيت نقول لك باللي كاين، ايه فهمتك فهمتك، حبيت نقول لك باللي كاين ناس ينحوا دراري من باباهم باش 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 ما يكونش ان كونتاكت مع باباها. انا حبيت يكون يكون ان كونتاكت بينها وبين باباها باش ما باش يكون عندها ان ايكيليبر نفسي. فهمتني استاذ؟ يعني نورمالمون ماشي انت اللي نسقسيك، بصح كي جات الفرصه معليش. المهم انا دوكا كيفاش ندير مع الاب هذايا؟ يعني من الجانب القانوني واش من الجانب القانوني الأب. ايه وخاصه واش نقول لك درك، يعني من الجانب القانوني من جهه ماديا ونفسيا. معليش. طيب سيداتي اسمها المنحه ياك لي النفقه، النفقه تاع كل شهر راهي توصل من عند هذا الرجل؟ قبلك ساعات توصل، ساعات مرات توصل ومرات ما توصلش. نعم يعني شوف هو اصلا يعرف شويه القانون صافي قبل ما يلحق شهري باش يبعث لها. يعني انا على بالي لو كان يفوت شهرين نقدر صح نقدر نتابعه قضائيا. راح يجاوبك الاستاذ مباشره ام لينا، راح اسمعي الاجابه. شكرا لك ام لينا. شكرا. السلام عليكم. شكرا، مع السلامه. مشكل يعني للاسف الشديد انه الناس تجري باش تشوف ابنائها ويوكلوا محامين ويرفعوا قضايا باش يديروا حق الزياره. صح. وكاين الناس تنزل عليه بهكذا ببساطه للاسف الشديد. حق الزياره هو حق مخول للاباء لزياره ابنائهم بعد الطلاق، واذا تنازل عليه الاب لا اعتقد انه يمكن الزامه به عن طريق العداله انه يجي يزورها. هذا مكنه شخصيه ليه، يعني اعطاها له القانون شخصيه ليه، يحب يمارسها ويحب ما يمارسهاش للاسف الشديد تعود ليه. اما القانون على يعني لو واش نعرفه في المعتاد في المحاكم انه يلزم ويجبره الا على النفقه، عنده اذا جاز 59 يوم يعني شهرين بالضبط وما قدمش النفقه تقدر تقدم شكوى لوكيل الجمهوريه ليجبروا عليها بقوه القانون العقوبه تحاول يصير متحايل. يعني هو قالت لك انه يعرف انه 59 يوم هذه يعرفها مليح، ما يخليهاش شهرين توصل. لهذا انه الزياره ربما نقول لها الا تحاول، احنا في العاده ما شفناش انه المحاكم تجبر الاباء يزوروا ابنائهم، ولكن تسعى انها تستصدر امر على عريضه من طرف رئيس المحكمه بالزام الاب بزياره ابنته. وربما هنا نخلقوا حاجه عكسيه في العوض انه الاب يروح يلزم الزوجه باش تخلي الطريقه تاعه تخلي له ابنه يشوف. يقدر يمكن الحاله العكسيه تكون صحيحه انه الام تلزم الاب باش يجي يشوفه. وهنا اعتقد ويحبطها الفائده الطفله، قالت لك الفائده الطفله لانه دائما احنا نقولوا مصلحه الطفل فوق كل اعتبار. هذا هو. اذا اثبتنا انه هذه البنت حابه تشوف باباها لازم تشوفه لانه مصلحتها تقتضي ذلك. يعني وعليها ان ننصحها انها تحاول، يعني هذا الامر ماهوش معتاد، ولكن ما عليها الا تتوجه للمحكمه وتطلب اصدار امر على عريضه من اجل الزام الاب يجي يشوف يدير زياره بنته. ممتاز. لانه ماهيش الا لانه الابناء هذو ماهوش الا باش ياكلوا باش يلبسوا باش يداويوا برك، وانما محتاجين كما قلنا الدفء العائلي، الحضور تاع الاب، الحضور تاع الام. اذا هما انفصلوا وقعت بيناتهم العداوه، وقع بيناتهم الكرف، كل واحد مشى في حال سبيله، ولكن للاسف الشديد هذو الاطفال واش ذنبهم باش يعاديها؟ الى عدا يماها ما حبش يشوفها ممكن، او ما عندوش معها صالحه لانه فات الطلاق وانتهى الموضوع، ولكن بنته تبقى بنته، لازم يجي يشوفها في كل وقت. الدولة الجزائرية حلت مشكل، الحمد لله حلت مشكل النفقة، حتى إذا الأب ما خلصش كاين صندوق نفقة النساء المطلقات والأبناء المحظونين اللي تتكفل الدولة به مؤقتا إلى غاية ما يخلص الأب. لكن مشكل الزيارة لازم تلجأ للمحكمة من أجل إصدار أمر على عريضة بذلك، هذا ما ننصحها به. وإذا ما هي ما فهمتش الموضوع توكل محامي أو تطلب عن طريق نظام المساعدة القضائية محامي مجاني لذلك. ممتاز.
شكرا لك بزاف استاذ. هذا كان اخر سؤال. شكرا جزيلا. افدتنا قانونيا كما قلنا. نعم ما شاء الله. شكرا لك. شكرا لك امركم في كل وقت. مرحبا بكم الكرام. ونتمنى انه نقدروا ننشروا ثقافه قانونيه مبسطه للناس جميعا جميع الفئات باش كل واحد يعرف حقه على الاقل يعرف الواجب تاعو ايضا. وهذا الدور اكيد. نعم. شكرا لك. شكرا لك استاذ. حضور قيم ومثري جدا لهذه الحلقه تاع نهار اليوم اللي هي حلقة ختامية لهذا الأسبوع. صح. إذن مشاهدينا متواصلين أنا وصالح معكم في محطة اللي يحبها صالح بزاف نخليه هو يمد. يلا لكن نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا لاكتشاف المزيد وش وش وجد لكم طاقم هذا البرنامج صباح الشروق. مرحبا بك. مرحبا. الوقت اللي تبدلي لنا فيه الديكور تاع كاع البلاطو. صافا لاباس؟ الحمد لله. دونك إيمان اليوم اختارتي الاكسسوارات. نعم تفضلي. الاكسسوار هما جزء من اللباس تاعنا ولا من المظهر تاعنا تاع برا، دونك حاولت نجيب من كل حاجه نجيب منها موديل باش نحكيو عليهم. داكور. دونك حنبداو بليشان ولا هما كيفاش يقولون بالعربيه السلاسل اللي يجيو مع الاوتفيتس تاع الشتاء، دونك اللباس مع الشتاء. دونك كي نخيروا سنسله دونك ما كان لها نزيدوا، يعني نحاولوا نخيروا انه تكون سنسله واحده باش تبان برك باش ما نزيدوش بزاف، دونك يا غير نديروا ساعه ولا دونك باش تبقى هذيك السنسله تبان. اوسي كاين فيهم اللي يكونوا خشينه وكاين اللي تكون رقيقه، دونك كل واحده على حسب اللباس تاعها. وكاينين بزاف لي زاكسيسوار واحد اخرين اللي حنطرقوا عليهم دوكا لانه ورينا واش فوالا. حنبداو بلي براسلي اللي راهم طوندونس اللي فيهم الكتابه العربيه، دونك الكتابه العربيه دخلت لي زاكسيسوار ولاو ميم دي سانتور حوايج فيهم كتابه العربيه سورتو البراسلي هذاك تاع ما شاء الله. داكور. ورا راني نحوس عليه ما لقيتوش مازال ما شفتو في لابواط. في لابواط الغاز. اوكي احنا ماذا بينا توريهم الكاميرا. فوالا دونك هاد البراسلي هاد الكتابه العربيه راهي دايره شغل ترند في اي توندونس تاع هاد الوقت. وي. اوكي كاين ثاني كتابات واحده اخرى اللي يكتبوا حب ولا بزاف كتابات، دونك حاجه مليحه باسكو اللغه العربيه تعتبر يعني كشغل لوحه. كاينين ثاني لي زاكسيسوار تاع بكري ورجعوا درك هذوك اللي مخدومين كيما هذا الموديل، هذوما اللي مخدومين بالحجر، دونك هذوما كانوا قبل يلبسوهم ومن بعد خلاص ومن بعد عاودوا رجعوا. دونك لي بيير هذوما كاين فيهم بزاف لي موديل تاع كبار صغار. بالنسبه ثاني للناس اللي يحبوا يلبسوا سبور عرفتي هكا نشوفوا مليح. واو البلون فوق البلون، ايسيت ترفدوه هكا فوق البيل نوار. ايوه هكا فوق البيل نوار. جبتها. دونك فوالا. سي بيان فوالا زيد. كاين اوسي السوايع، كاين اللي فيهم ارجونتي دوري ومام البرونز، انا جو بريفير دوري باسكو كتشوفوا فيهم كاع دوري. اوسي كاين اللي براسلي هذوما اللي يقدروا يلبسوهم مام اللي صغار في اللاج كيما هذوما. دونك نوري لكم. كان هاد لي موديل اللي جو بالبيير، دونك هذا بالخيط وهذو هما بالبيير اللي رانا نشوفوا فيهم بزاف يعني يلبسوهم. وهل في الالوان لازم يكون تناسق مع واش راني لابس ولا كي يكون في الميتال كيما هكذا ارجنتي ولا دوري يكون متناسق، مي هذوما جو بريفير تناسقهم احسن. اوكي. وكاينين بزاف اللي يلبسوهم بليزيور كولور. تري بيان. اوسي كاين هذوما تاع شغل حوايج هكذا نجيبها في الكحل. هذيك شغل هكذا شغل يخيروا واحد الموتيف ويديروه بالخيط. بالخيط نعم. تجي بزاف شابه مع الساعه. هذه كانت واحد الوقت طوندونس وبعد حبست شويه اني ثاني اني نشوف بلي يتعاود ترجع. يعاودوا يرجعوا. لا مود تاعهم هادو نعم. اوسي كاين لي زاكسيسوار بلا فونتي بصح ماهمش بزاف خارجين كيما الدوغي. نعم. طيب وهاد السلاسل اللي هنا بزاف شابين. السلاسل هذوك اللي هضرنا عليهم في الاول هادو كاين الموتيف هذايا. كيما هذه. اسمع هذه عجبتك؟ هذه. هذه اللي مخدومين باللي بيير هكذا وفيهم البلو بزاف توندونس، كاين اللي يجي فيهم دي بيير وكاين اللي يكونوا هكذا مصبوغين. دونك لي بيير بلو بزاف خارجه تانيت.
ولا والثاني هاد العين هاد الخامسة. على كل حال ما ندخلوش في التفاصيل تاع خمسة وماشي خمسة، مي شغل خارج هاد الموتيف. زيد واش عندك اونكور؟ عندك هادو لي شان دوبلي؟ لي شان دوبلي وي. فهمنا فيهم لي شان دوبلي كيفاش نلبسوهم؟ اسكو وحده فورت يجوها ملاح، وحده رقيقه يجوها بالك خير؟ كيما لي شان دوبلي هادوما، هادو يجو سوا مع الرقبه، دونك تقدر تلبسهم وحده سيفيليزي ولا وحده وحده كيشغل بالفولار متحجبه. وكاين هادوما تاني يجو كبار، دونك يقدروا يلبسوهم مام ما تجنيهمش يعني ماشي. داكا فوالا. وسي كاين الخمسه، شي الخمسه هذه هي لويزه. لويزه لويزه قلت لها خمسه. هادو تاع اجداد تاع بكري، تاع بكري راهم راجعين دركا ثاني، راهم تخي طوندونس. هادو كانوا يهنوا بهم صح، كانوا لويزه يهنوا بها والثمن تاعها غالي. دونك ايه صالح الا حاب تهني كاين ثلاثه هنا. معليش هادي كيفاش تفادى اي موضوع، معليش وخليها. نعم اذا هذا مكان ايمان، هذا مكان، شكرا لك. اذا موضوع الاكسسوارات يبقى موضوع كما قلت انت جزء لا يتجزا، ويزيد برستيج ويزيد يعني جمال للمراه. شكرا لك ايمان هذاك، كي كل خطرات نوعينا يعطيك الصحه. شكرا شكرا لك. الله يخليك. كي كل مره بالخميس زهره ومشاهدينا عودناهم ان نهضروا على مواضيع فيها نوع من الترفيه من التسليه، وهي موضه العاب جديده. المره اللي فاتت تكلمنا على الفروسيه اللي خلينا نقولوا هذه الاوقات اللي رانا فيها عاودت ولات تكون لكامل الفئات تاع المجتمع، يعني كاين انديه اللي يمارسوا فيها الفروسيه. اليوم كاين موضه العاب جديده، العاب فكريه، العاب تشويقيه ومغامرات. زميلتنا امل بوعزه اللي تموت على هكذا انواع من الالعاب قررت تروح لواحد المكان ودير لنا فيه تقرير. يلا نكتشفوا اللعبه الجديده اللي اكتشفتها لنا امل بوعزه. في ظرف 60 دقيقة لابد من حل الألغاز، إيجاد الأرقام التي تمكنك من الهروب من السجن، أو فتح صناديق النقود. لعبة مستوحاة من سلسلة كازا دي بابيل، والتي قرر مهدي والعيد إطلاقها بعد رحلة قادتهما إلى أوروبا. إسكيب جيم أضحت تستقطب العديد من الشباب. هي لعبة هايلة الله يبارك تاع ذكاء، وهي مستوحاة من السيري هذيك تاع كازا دو بابيل، وحاجة مليحة هنا يعني في الجزائر أنه يديروا لعبة كيما هذه. الأولى كيما حكيتي هي مستوحاة من السيري هذيك المشهورة. الثانية لازم لها شغل، لازم شوي ذكاء. المشاركون يستحسنوا هذه المبادرة التي تعتبر متنفسا للشباب، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع. حاجة مليحة أنه تنتشر كما هذو الألعاب في الجزائر، دوكا ماذا بينا، ماشي شرط لازم في العاصمة برك. عكس الألعاب التي اعتدنا عليها، لعبة الهروب تجمع بين الإثارة، الذكاء والمتعة. الألغاز تعتمد على الفطنة والسرعة في التفكير، وخاصة الروح الجماعية. بهذا الألعاب شغل تختلف عن الألعاب الكلاسيكية المعتادة هنا في الجزائر، شغل حاجة جديدة دخلت الجزائر. بعد لاكازا كاين بريزون، بريزون مليح بزاف. الحبس ثاني فيه لازم له ذكاء وشغل فطنة، ماشي ذكاء برك، فطنة باش تعرف